يتقدم التلميذ السميع يعقوب عبد النافع عجرو، وهو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 12.15 من ولاية البويرة، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. الشكر لكم سيدتي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. الآن إلى المتفوقين والمتفوقات في امتحان شهادة التعليم المتوسط، وأدعو فضلاً سيدي رئيس الجمهورية ليكرم مرة أخرى المتفوقين والمتفوقات في شهادة التعليم المتوسط.